يا هلا مرحبا فيكم اعزائي المشاهدين في حلقه جديده من برنامج سبورت كلينك. دكتور بدر المراد حياك الله معنا. الله يحييك، مشكور. الله يسلمك، شكر حضرتك، الله يعافيك. دكتور بدر، حضرتك اختصاصي اول في الاشعه التداخليه وايضا علاج الالم. صحيح. دكتور، اليوم بنتكلم عن مفصل وايد مهم في اعتقادي الشخصي، ويهم هذا المفصل اغلب اللي يمارسون رياضه او حتى اغلب اللاعبين، وهو مفصل الكتف. دكتور، كلمني عن الإصابات أو المشكلات اللي تصير في هذا المفصل. الإصابات أو المشكلات اللي تصير بهالمفصل كثيرة. ليش؟ لأن المفصل هذا عبارة عن كرة تحرك، فيكون حركة كبيرة ورينج أوف موشن كبير. من أهم الإصابات الرياضية اللي هو التهاب الوتر. التهاب الوتر ليش يصير؟ لأن في عظمة فوق الكتف، سقف الكتف، مع بعض التمارين يحك الوتر في العظمه، فيصير في التهاب في الوتر نتيجه الشغل المتكرر والحك المتكرر في الوتر، يلتهب الوتر. مثل شنو دكتور الالعاب هذه؟ مثل رفع الاثقال. طبعا اي شيء فوق، حركه فوق تكون، تصير اصابات في الكتف كثيره، مثل كره الطائره، التنس. تنس أيه. تنس وايد، حتى البادل هذه فيها اصابات كثيره، تنس البو عندنا والكتف. صحيح. كذلك البيسبول، بس هذا في امريكا مو عندنا. فالتهاب الوتر علاجه يكون عن طريق العلاج التحفظي في البدايه، وتمارين وتقويه عضلات الكتف الخلفيه عشان يرتفع سقف الكتف، ما تحك العظمه يحك في الوتر. نعم. وننصح المريض انه يبتعد عن مسببات الالم، بعض التمارين هي سبب الالم فيبتعد عنها. دكتور، هل التمرين طريقته تكون خطا فهي اللي تسبب هذه المشكله، ولا اساسا لا كثره التمرين والاحتكاك هو اللي قاعد يسبب هذه المشكله؟ هو الشغلتين مع بعض. في بعض التمارين مثل البار صدر، نعم، يسبب احتكاك في عظمه الكتف والوتر. نعم. طبعا الوزن الزايد كذلك ممكن يكون الضغط اكبر. نعم. في بعض التمارين الكروسفيت، طبعا هذه مشاكلها مشاكل، يعني وايد اصابات من الكروسفيت نتيجه الاوزان خياليه الناس تشيلها. يعني يك واحد يقول لك اشيل ديد ليفت مثلا 80 كيلو ولا 100 كيلو، يعني ما شاء الله، يعني بس ظهرك وكتفك وهذا كله يروح. يعني صح. فاحنا ننصح المريض انه يبتعد عن المسببات. لما يصير في التهاب، اول خطوه اللي هي العلاج التحفظي، بعدها اذا ما فاد نرجع الى العلاج الخطوه الثانيه، التدخل محدود بالسونار، نحط ابره في مكان فوق الوتر مو داخله، ونحقن حقنه الكورتيزون نعالج الالتهاب الموجود. ممتاز. الخطوه الثانيه اذا ما فاد الكورتيزون معاه وفي تقطعات في الوتر، ممكن نحقن البلازما او البي ار بي، تكون داخل الوتر، نحقن نسبه بسيطه من البلازما وفوق الوتر عشان تعالج مشكلة التقطع الجزئي في الوتر. ممتاز. دكتور، عفوا، البلازما هل تاخذونها من نفس الشخص، ولا انتم يكون عندكم بلازما وتعطونها حق الشخص نفسه؟ لا، هي البلازما من نفس الشخص. نعم. نسحب الدم ونحطه بجهاز. نعم. ونفصله بالسنترفيوجن. ممتاز. الطرد المركزي، وناخذ البلازما ونحقنها بالسونار، عن طريق السونار داخل المشكلة، ونحل المشكلة حق المريض. ممتاز. زين دكتور، بعد هذه الخطوه اذا مثلا ما تعالج من هذه الخطوه، مثلا اللي هي البلازما، مثلا شنو تسوي له؟ هني نحوله حق طبيب الكتف، الطبيب عظام تخصص في الكتف، عشان اذا احتاج عمليه يسوي عمليه توسيع القناه والمجرى الوتر، ويخف الضغط على الوتر، وتعالج مشكله التهاب الوتر. ممتاز. دكتور، عندي الكثير من الاسئله بخصوص مشكلات الكتف، لكن ان شاء الله بعد الفاصل. أعزائي المشاهدين، ناخذ فاصل ونرجع نواصل الحديث مع دكتور بدر المراد. يا هلا ومرحبا فيكم اعزائي المشاهدين، عندنا من بعد الفاصل. دكتور بدر، كلمتني قبل شوي عن التهاب الوتر في منطقه الكتف، لكن الحين دكتور ابيك تكلمني عن تيبس الكتف. شنو هو تيبس الكتف وشلون يصير؟ تيبس الكتف، المريض ما يقدر يرفع ايده فوق نتيجه التهاب في غشاء الكبسول او المفصل نفسه، يكون ملتهب
فما يقدر يحرك ايده المريض ويكون في الام شديده. يعني سبب التيبس الكتف هو من الاسباب الكبيره يعني في الكويت خاصه، اللي هو السكر. امراض السكر، ارتفاع سكر الدم يسبب تيبس الكتف، خاصه اللي ما عندهم السكر يعني مو منتظم. المشكله الثانيه خمول الغده، احد اسباب تيبس الكتف. طبعا اذا كان في اصابه مثلا مريض طايح على كتفه يكون احد اسباب تيبس الكتف ايضا. طريقه العلاج طبعا العلاج التحفظي ومع العلاج الطبيعي، لكن في الغالب المريض يحتاج الى ابره عن طريق السونار، نحطها داخل المفصل ونحقن الكورتيزون وماي، نوسع المفصل ويكون المريض يعني نوسع المفصل عشان يقدر يحرك ايده ويرفع ايده من غير الام. حتى لما يروح العلاج الطبيعي يرفعها ويسوي العلاج الطبيعي وهو مرتاح. ممتاز دكتور، هل هذه المشكله اللي هو تيبس الكتف خاصه اكثر في كبار السن، ولا ممكن تكون لا منتشره ايضا حتى بين الشباب؟ هي منتشره اكثر يعني اللي اشوفها في العياده مع امراض السكر، يعني اللي عندهم سكر مرتفع ومو منتظم. يعني اذا كان في الشباب يكون النوع الاول من السكر، كبار السن يكون النوع الثاني. فهذا احد الاسباب الام الكتف. السبب بعد المنتشر هو تكلس الوتر. تكلس الوتر يصيب بالعمر بالثلاثين او الاربعين، ويكون نتيجه تكلس الوتر تكون نتيجه السكر، وكذلك نفس الشيء اللي هي خمول الغده الدرقيه، او من غير سبب بعض المرات نشوف التكلس هذا. طريقه علاجه طبعا هو يسبب الام في الكتف، وطريقه علاجه نفس الشيء، بس نحط الابره داخل التكلس ونحقن ماي ونسحب التكلس ويطلع ويانا من غير جراحه ولا يعني فتح وجرح كبير. نعم. بس ابره وبالسونار ونسحب التكلس. ممتاز. دكتور، هل في علاقه بين الجانب الجيني الوراثي ومشكلات الكتف، ولا ما لها علاقه؟ هل في ناس تشريحيا سبحان الله كتفه هو يصير فيه مشكلات لانه في علاقه مع الجانب الجيني الوراثي؟ يعني من اسباب تكلس الوتر السبب جيني، يعني انه يتكون التكلس ويبين معاه بالسن الأربعين، لانه يبلش يطلع التكلس من نفسه ويسبب الام والتهاب في الوتر، لكن ياخذ فتره طويله على ما يطلع، ويكون المريض طول الفتره هذه يمكن يوصل سنوات يحس بالام ومو مرتاح. فنعالج المشكله، نسحب له التكلس ونحط الكورتيزون عشان نعالج الالتهاب فوق الوتر، ما نحط الكورتيزون داخل الوتر، ونعالج المشكله ويعني المريض يرتاح عقبها ان شاء الله. دكتور، ذكرت لي اكثر من مره ابره الكورتيزون. دكتور، ليش الناس دائما ما يحبون الكورتيزون؟ ليش دائما يحاولون يوفرون على الكورتيزون؟ هل في فرق بين ابره الكورتيزون او الكورتيزون اللي ياخذونه في الجسم؟ صح، في فرق، مو فرق واحد، كذا فرق. يعني الفرق الاهم هو ان جرعه واحده ومكان واحد وتؤدي الغرض وبس، غير عن الواحد ياخذ حبوب كورتيزون مده سنه. هذا يصير معاه سمنة، زياد وزن وهشاشه، وتصير نفس اللي يقولون الناس. فانا في العياده يجون يقولوا لي والله الكورتيزون ما نبي، يزيد الوزن ويسبب هشاشه ومشاكل. فاحنا نقول لهم لا، هذا بس بمكان واحد ومره واحده. ممتاز دكتور، صراحه ما شاء الله يعني شرحت الاعراض وامراض الكتف بشكل وافي وكافي، عدة نقاط مهمة تكلمنا فيها، بينت لنا شلون ممكن ان الرياضيين يمارسون رياضات بشكل مناسب، وان اذا صار عندي بعض المشكلات في الكتف اني انا ما استمر في ممارسة الرياضة واراجع الطبيب المختص على اساس يعطيني الحلول من البداية على اساس لا تتفاقم معي هذه الامراض. دكتور بدر مراد، اشكرك على كل هالمعلومات هذه القيمة. اعزائي المشاهدين، وصلنا حق نهاية حلقتنا لهذا اليوم، نشوفكم في حلقات قادمة ان شاء الله. مع السلامة.